أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة
لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ومن أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما
سبيله في البحر سربا فلم لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال
فاصبروا على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا صدق الله العظيم. Majelis Hakim yang kami hormati, pengunjung yang berbahagia, musabakoh kami istirahatkan untuk persiapan tilawah dewasa pada babak final.